بايع لك صحن اخذ امسك هذا فيه فلفل اباك تخلى الخضره على الفلفل لان ابو شنب يسوي مقالب حق الكوشه وحق الفلبيني اباك اليوم يسوي مقلب حق ابو شنب ايه حط له ايوه حط له ايوه ما ينعرف الحين صب عليه هذا كامل عشان ما ينعرف بس خلاص ايوه كخلاص من يجي ابو شنب اباك تعطيه بس وحده ايه بس لك a few moments later شو يا بلي شيء غين شو ذا قادر قاد قب عمي تعرف تاكل بان عصوب تاكل عصوب بالبان سريع ايوه 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 ها يقول لك لا تراباني راب الجمال اسكريم فراوله بينك براوله صوت حمار لا بدي ماشي على عمرك انت ليش حمار ايوه يعني بس هزك زوال قبوي يا سلام وابويه يوم برسمي بالسو يا حبيبي باري وابويه هذا شو خبير بابا وين مخك وين اقلك اقسم بالله دنيا لا بقى شرب سيجاره بابا سير مستشفى عليك موقك
قسم بالله. عمي من الفلبين هدية عندك. شكرا. عفوا. بقولك شيء بس لا تسأل مني. عاد أقول شيء على حساب والدك. أنا عارفك. على قبيل على مستري. لا. وردي بيضربني لما أنا طلع درهم واحد. هذا فؤاد مالك قبل مسوي عنا شيء. يا المديرات الحلوة. عبا. مديرات الحلوة. نبيلة. أوليو. أوليو. فاين. يس. اليوم يبي لك شيء فنان يقول لك. يوم الفنان. حبيبي معودينك على شوف من عمي خبرة. عصاف. عصاف أبوي. معروف. معروف؟ نعم. ما يحتاج هذا. طالع من إشراس لحد مسقط. وحين في الدرب صح ما أدري وين. المهم أنا وذا هذا اللي ما يتكلم. يا بليكم شيء قوي. شيء معروف. شيء ركز وياي بس. خلني أوصل لمكان وعيش. وعيش. لا حول لا قوة إلا بالله. أعذبه؟ وش؟ ابتليت بواحد يا جماعة الخير. هلا اسمعني هلا. شو الأخبار؟ علومك حياك الله ما فيك تملد مسقط. ركب السعدي ركب حبيبي. شافه ركب يوووو يا حسن ودوس الناس عشان اعرف خلاص نازف حبيب والله الله ياخذنا يا تعال بطل باب دوك ما سوينا سعد فتح يا ربي لا جبت لك لفت دق طابق الرابع لا تقول لي انك ما تلحقه يلا كسرت قصر يا اخي كسرت من الوادم يا وحي ما تل حليبكم كان سمعوا بعطيك الحين 20 ريال اذا ركبت اذا هي ركبت ركبت هذا جاهز 20 كذا جاهز يلا جاهز 20 انت ركب اول يا اوكي ايش تقصد يعني ركب يلا ركب انكسر لا تنسى ما يضحك ما يضحك شوف انا ما اضحك عليك ما يضحك لي للعلم هذا ما يضحك خوز الشخص اللي انا ما يضحك بعد يضارب وقف شوي رايحين نفلها هني الحين باب الفل اليوم هني الحين هني؟ ايه هني انت وين مدني؟ انا والله هني جايين هذه العياده انا ما اعرف وين انت جايب مني اصلا يا جماعه الخير جايين العياده جايين ضبطكم تضبيط من الاخر عياده اسنان ركز وياي واسحب ركب يلا وش مني غايه تروح ركب صار ودي A few moments later طبعا في اشياء نحن ما نشوفها هذا راح يحل مشكلتك انت بالاسنان قبل لا تركب هليود سمايل يعني شغل ترتيب شغل مرتب اشيل لثتك اوه سوته اقول لك ابشيل هي اللثه ثاني تبشيل اللثه ابشيل هي مره تبي تبيضها شويه ترى عدو بالليزر يعني شيء سهل شيء بسيط دكتوره تكلم عن اللثه عندنا هذا الجهاز استعمله أيوه؟ جهاز ليزر استعمله عشان تفصل اللثه نضبط اللثه شكليا زين وهذا شو هذا احدث تقنيه موجوده اسمه جهاز 3 شيب هذا اللي استعمله عشان ناخذ قياسات الاسنان ما نسوي معجون ما معجون ما نسوي سكان حق اسنانك يطلع في اللابتوب كذي حلو وهذا هذا هو الجهاز نحطه في فمك وعاد نصور كله بالليزر يعني كله هذا ما ليزر سكانر هذا وهذا اقول لك فهمت سكانر لا تضحك وقف شوي اي المهم يا جماعة الخير بخصوص العلاج اللي بيه لا يقولي والله أنا ضرسي عورني وضرسي خربان هذا ما يشملك يشمل 20 سن على العرض أنا عمري 20 سنة فيشملني هذا العرض بعد كيفك أنت وش حركات بنغالية هي وش لا نفس العمر لا فهمت الموضوع صح فتأكد من هذا الشيء أوه منور الشيخ يا أهلا وسهلا أنت خل هذا الحين شوف هذا الوحش هذا شوف ريد عريل وهنا والله مسمتينا ها أقول لك ها عصي طبيعي متواجد في كل مكان حبيبي والله يفكرتان غيبان ولا دكتور ما في داعي تخاف الأمور صدق طيبة دكتور. لا الأمور طيبة ما في داعي كله تمام طفو دكتور يا حبيب المهم الحين قاعدين يضبطونه بيسووا له أشعة كل شيء يعني والله العظيم أسنانه يبالها شغل
شو الدم تسوي بويهك يا لا يلا يلا دكتور. المهم بيضبطونا كل شيء اشعه ما اشعه وان شاء الله باقرب وقت بيركبوا لي الابتسامه اقرب وقت. السلام عليكم. المهم يباله شغل بن عمي قسما بالله يقولك اسنانه طلع فار يقولوا من داخل شرت الفار بس بيضبطونه بيضبطونه. مبروك مبروك برو. الله يبارك فيك اخوي. لا تسوي جو. وين اسنان مال انت شو؟ بعض خاشن بالمخبل ضيش حاتك تصير دور فيلن مكان بالوعه مكان عقن. ترى بعد ما خلصنا ابوي ده بيسووا له فحص اشعه كل شيء الحين بس بطلون سووا له التنظيف اللي قدام اثنينه. شوفوا بن عمي اكو يسووا له ابوي اشعه حق الاسنان وما اعرف شو. بن عمي متزود عبالك شو راكب دراجه؟ شوف شوف كيف متزود. المهم يسووا له اشعه ما اشعه ما تعرف ركب اسنانك وروح ابوي يمكن تسوس ما تسوس ولا شيء ابوي. ايوه تعبان ابو ناصر تعبان. كمام وين كمام؟ والله كمام ما في موجود. سواق الرجال صح؟ تغابيل تغابيل شو؟ اجو لا تسوي جو ولا ابو جنان. المهم شيل عليه ضرب الفجيره ممكن نظره نظره زي نظره. لا لا صد صد كامل صد يا الله ما رجع مثبت الشعر ولو جبر خاطر. يا الله دوبي المغدنقه دوبي شو هالكناتير الزينه شو هالزين يا اخي. لا لا تكرفس بن عمي ما يضحك والله والله ما يضحك لا تخربك انت شو 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 كمان شو هاي شو هاي. اوكي والله العظيم والله ما يبصخها بيزمد فيها ما والله ما زمد فيها وعشان كان دورة عندي والله كم العشير بصل خمس كذاب هون غار من نور وانا جديد هي بكير كارب شو تسوى يا سير لا ما حلو دفتة شوف شوف اشوف شوف ورا شوف والله حبيبي مال مسود شو تسوي شعرك؟ علاوي شو تسوي؟ صبر صبر شوية صبر مارم تحسون مارم انزل صبر شوية علامك مارم اوادم بيو عندنا ضيوف صبر اشكر دونات دايس انا ما بتكلم اقوى من اقوى الدونات عندي بتقول لي اعلان ما اعلان شوف شوف يا حبيبي شوف يا سلام خلنا نسب بسم الله اوكي 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 شوف والله عليكم هاي ما تذوب قيمة يا جماعة الخير يا جماعة الخير وين وين اوف يا سلام والاقوى والافضل يا سلام ما عرفت اساويهم عدم عرض تحسني ما بشوفك لا 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 يا استاكل ها افكر دونات دايس اعطيهم العافيه ومشكورين طبعا عندهم انواع البوكسات وعليها العروض بحط لكم الصور وشوفوا هذا اول شيء وثاني شيء عندهم بس مصانع مصنعين مصنع مسقط مصنع في سحاب يوصلوا لك من باب البيت حلو بحط لكم الرقم الو كذا باكر عندك ضيف شيء هنا يتفوت؟ ما يتفوت حبيبي يذوب؟ انا ما بتكلم، خلهم هم يجربوا بس يجربوا يا سلام يتصلوا ولا يتواصلوا وياهم على الانستغرام. I love you. الربع في نقطة بسيطة ركزوا وياي، أنا قلت لكم اتصلوا عن طريق الاتصال وطلبوا، لا يا حبيبي، اتواصلوا وياهم على الواتساب ولا شو حتوم؟ يا انه يروح يستلم طلبيته بروحه يا ولا, عن... ولا عن طريق طلبات يوصلوها للباب البيت. سلام عليكم ركزوا يا هاي النقطه على فيو
اهل السعوديه ابو زعلتوا علينا في فرع جديد الحين جاي في الدرب الحين الحين في الخبر قريب تابعوا